أرجو من الفنان صدر العطار أن يستعد فقد اقترب موعدنا معه. الأستاذ عبد الرحمن عوض وآخر كلمة هيكون وراء الأستاذ محمد حسن حداد. نعم أنت تفهم. وأن الموبايل اللي شغال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهادة لله والتاريخ. في مساء صيف من عام 1994 اتصل بي استاذ يدعى محمد سليمان. مع الموبايل الموبايل اللي شغال على طول ده. كل واحد يشوف الموبايل بتاعه اللي شغال ده بتاع صاحبه. اتصل بي استاذ يدعى محمد سليمان الدكات لنشرب سويا فنجان شاي بمنزلي. اخبرني انه بصدد تنشيط جمعيه التراث النوبي فشكرت له ذلك، ومنذ ذلك اليوم هو يرعاني بعنايته ويشملني بحنانه واستطاع ان يوجهني نحو التراث النوبي، فقد كان جل اهتمامي بتاريخ السودان وحضارته، فانا ادين له بالفضل في توجيهه نحو التراث النوبي الضخم. وعملنا سويا في جمعيه التراث النوبي لمده 10 سنوات، وما زلت امل من منبعه القصير، واقول شهاده لله والتاريخ، لان هناك في تواصل ما بين الجيل بتاعه والجيل بتاعي، وحقيقه كان الرجل كريما وشاما وابيا واستاذا ومعلما، فنامل ان يمد الله في عمره ونشكركم والسلام عليكم.